عندما تلم الزول دمس الخير مرحبا لون مرحبا يسون غير التعاب نواميس نتمدي فك لولها تزي غير ثفرانين نتسلويث نوزكا 7 سبتمبر 2024 يو الحال يغريفا ذي ثموران الفراني لكو ذي مزلاغ تميوين إفعذن ذي الصحراء فذن الفوت خرا نويسان أقبل وذكملن لما ذي زكا أزكا نسفت 7 سبتمبر تيعاذ نتفرانين نتسلويث نبدو السلفوت نمزدغ نتميوين نبعذن ذي الصحران تمورثنا غضغا البيروث ان الفوت بظن غاري مزدغ إلان ذي ثلسان الولايان جانيت ذي أمذيا ذي ثدرث تمركون لكو ذأريتين مرا تسويلة ثهقاني وكان الفوت ذي عديا ذي ثوناثين يلها طبريق ثهقاتي تسعديتي في صاحب نسيده أمكان أجين يتون حساب تنقطع جروث ذي قشل نتمورث النغدي زجان غف ليسان الولاية الجنات ذي تمورث ليبيا غرضا يبضون لبيروث نلفوت غرث الدرث انتين الكوم ذي أريكين يوكينة تتون في ثقنيتي مزداغ تمايا ذي رحال نتخذ من الوجفنسن والضوطين ذي ثقناثين إيفازن وخاسو لما يصعب وفريد لحالان تقنو ثيك خسرن مشان يان ويعكراران يوكين أضوضن يصنديق أجين الفوت غريم زداغي تروحون سي ثمان غار فايض ودي سفقنن لفغين سن يوكنا خدمن الوجبن سن يوزكا ان تمور ثنسن اليوم لازم لنا نؤدوا الواجب ما دام الجزائر قامت بجهودها حتى ان المنطقة بعيدة وحدودية وقامت بصناديق متنقلة لازم نحن اليوم نقوم بالواجب بالقوة تحيا الجزائر السيف الخمانة إجراز نغوة منطقة تاغيكين يفرحنا كيما هكا كيما يقولوا جاي الصندوق باش نفوتوا نحنا من الحق يعجبنا مليح إرحال ذوذي تديرن ذي ثمان الكوم ثدرت النظام ذي زقان غاف القروف انت لسان ذي ثمورث ليبيا اللاند ذي تيعاذي وكنا دخذ من الوجف انسن ذي ثفرانين نتسلويث يور الصيان تغذوذ دو سنرنيان نونغمو على ذغان ذي ثاميوين اجان ذي زقان غاف ثلسان وزول نتمورث هنايا رانا في الحدود الفوت نفوتوا هذا الواجب الوطني باش نديروا الرئيس وتبقى دولتنا إن شاء الله دولة محترمة انتخبنا اليوم في منطقة تلالكم ورانا يسمى كي جينا للانتخابات شفنا في أمل والتنمية الحمد لله راهي ماشية وإحنا إن شاء الله ما فيش شك أن الدولة تاعنا ما زال تزيد الدعم المشاريع والتنمية في هذه المناطق الحدودية بالذات نتمنى غير الخير إن شاء الله ماذا بينا يجينا الخير ماذا بينا مرتاحين في بلادنا الوطننا يتنخدم سواغ باش نمونين الزائرين الصندوق هو الذي نضع فيه ثقتنا في أي مسؤول الذي يولي مسؤولية هذه البلاد وأن يراعي كل المناطق بدون استثناء غاف تغزيان 3 سنة ومقبل 7 سبتمبر تيعاد نتفراني نتسلوثي صندياق الفوت الزين دمران ثميوين ذي اللاني مزداغي تروحون سي ثما غار فايض يوكنا سنتتون في ثغنيت وزكين ذي الخثيار نسلوي نتمورث يميذ الواجب غافيا ليون يوزكا نتمورث ومرا تاويلة هجان وكان إمزداغ تميوين بعذن ذي الولايان المغير الفوطين ذي ثوناثين يلهان والبيروث أن الفوط بظن غاريك أن دالان إمزداغ يتروحون السيثمة غار ثايض نسرين علوان ذي الولاية المغير صندياق أن البيرون الفوط فغن كنا ضوضنا رير حالا يتسيذر ذي ثميوين بعذن ويك الطرفين خاسو لما يصعب وفريد ذي لحالا غمتي نوثة صدارين الحامو غيولين مليح البيرون الفوط يبض غرصاني وكنا ضوطين وذخفارا أمر شحن سنة عادي ما نفوتي نفوتي لازم نفوتو على بلادنا ولازم نفوتو على رئيسنا اللي يخدمنا ولازم نخدم رانا في العافية والعفور لازمنا لفوتها ولازمنا فوتيت خطرة من قبل وزدت فوتيت درك تفوتوا إن شاء الله باش نتمنى تخيروا إن شاء الله الشخص الرئيس المناسب
في المكان المناسب ان شاء الله اللي سقمنا البلاد ان شاء الله وماذا بنا ان شاء الله البلاد توعد هانيه ان شاء الله خاصو لما الحساب نيفوطين في ثمايا كي يبوظ 226 كان نيفوطين يمضبرن ثاني ثمسلت لقضي شنو الفوطي الطفار نرتسقا موت ثمون تنتفرانين تخدم المجهود في نس اكن اي صنديقا كاين الفوط اضوضا اري رحالا مكتب المتنقل جميع الوسائل وفرناها سواء المسائل البشريه ولا الماديه وراك راك تشوف على عينكم باللي راهو في ظروف جد حسنه وراك تشوف الناخبين راهم يؤدوا في واجبهم الانتخابي في ظروف جد حسنه في فيغنتي نغي غيفاز نيلي سعدي الفوط في ثمن البرقه جيا عند البيرون الفوط لا يتفرر حالنا عندما لان وعندما دان وسيل مغيار نروح غار البيض أني ذا البيروثن الفوط صوضنتن غار مزداغ انتميوين إفعذن ويجي وساندي وكنا ندخل من الوجه فنسن والسرمني وكنا تونع لحلا نتو ذار ثنسن ليلة سي طيب هزان أربعة البيروات الفوط سيال تاويلا في قلقان اكتفان افريد غار ثاميوين يتوعزلن يديزقان ذي ثغيوان تنحسر مال ذي سيدي مخلوف نهار السعيد هذا نهار المبروك اللي جينا فيها الرئيس ان شاء الله ونحوسوا على الرئيس اللي عمر البلاد والعباد ان شاء الله سمعتي هذه اللي نحوسوا عليها حنايا كمواطن من منطقه القار الحمراء بلديه سيدي مخلوف جيت اليوم بنادي واجبي الانتخابي الرئيس اللي جينا اللي خدم لبلادنا الامه محمد كامل اما كنت كان ياك تولاثي لاقى نادي ثمايا كيغي وكان في فرانين تسلويثا بعدين يثغناثين اللي سار غواط على غيرال الولايات الجنوبيه تحتوي على اربع مكاتب متنقله بتعداد هي ناخبه 1864 حيث بلدية حسرمل تحتوي على مكتبين مكتب بالليل ومكتب بزبير ونحن الآن متواجدين يعني بسيدي مخلوف تحتوي كذلك على مكتبين مكتب الرال ومكتب القرار الحمراء نحن الآن متواجدين بعين المكان القرار الحمراء حيث مكتب القرار الحمراء يحتوي على هيئة ناخبة 615 ومكتب الرال يحتوي على هيئة ناخبة 391 والفوت مازال يتكمل ذي الولايان لغواط ومازال هذا كمل لما ذا الزكا ويوغ الحال خمسة وسنقيا سقيمي غيفذاني غريبا الفوط ذي ثمورا في فرانيين وثم قدمين من الجزائر هيكانت مرا تاويلا ثلاك وذا الحرج وكان في فرانين هذا عدين تلي تكون ثين يلهان ضا غريبا إزايريين يتذيرون ذي ثمذينين ثم قرانين فرنسا لك سمورا نظن لوروبا لان ذي تيعاذ أكارد نواليا ذي ثوريق ثاقين عبد الله سبعرك قوس وس خمسة جيرين يتدرن دي ثمورة الأوروب مازال رزون ستقا غير سندياق من الفوطي وكنا خد من الوجف دو الزرف نسن دي الاختيار نسلوية انتيك دو ذا يعرفن جيرين يتدرن دي ثمورة بلجيك تدون تيوا شولين غير البيرون من الفوط وإن شاء الله نتمنوا الخير للبلاد إن شاء الله و 1 2 3 فيفا لالجيري سي ان دوا يفون فوطيو إن شاء الله ان شاء الله يكون الرجل المناسب في المكان المناسب لورغانيزاسيون فرانشمون بارفيت ما عندي ما نقول و سي تري امبورطون فوالا على الشعب والبلاد تاعنا سي سوبر امبورطون دونك فوالا فيني فوتي تخبوا على جال الجزائر باش تكون الجزائر منوره ان شاء الله للشبان هذو الجزائريين اللي تيديرين دي تمورت فرنسا يرزون سلاح ملاد تسمغلي يقرزن غير زكان تمورت نسن ذي ليون ثاسو ثان نوسان ذي المذن لو ذي المزيان يرزون ستموسني المسؤولية الاختيار نوهي لني مرشح غير مرشح الانفورماتيك ان جنرال اللي ميتي الانفورماتيك ان الجيري سو انتران تسو ديفلوبي علوم الكمبيوتر والاتصالات في الجزائر في تطور ملحوظ أتمنى العودة إلى بلدي والمساهمة في تطوير هذا المجال Franchement, j'aurais le projet d'y habiter avec mes parents, tout ça, ce serait pas mal. من المشاريع التي أود تجسيدها مستقبلا هي الاستقرار في الجزائر. سيكون ذلك جميلا جدا. J'aimerais bien investir dans l'immobilier. أود أن أستثمر مستقبلا في مجال السكن والعقارات لأن هذا المجال يتطور باستمرار في الجزائر وكذلك إنشاء مشاريع تجارية لخلق مناصب شغل. ديوث التغنيت ولادي مارسيس المسؤوليه يرزون غير سندياق من الفوط. Nous souhaitons que tous les Algériens de France viennent voter aujourd'hui et demain. Merci, au revoir. Les jeunes, il faut tous se mobiliser pour voter, c'est important. دي بوردو دي ثمان أجان لقد لي مونجي جيريين تكمل نفران دي ثقناثين تيغمات الحمالة نتمورث. راني في المكتب رقم خمسة بأجان جيت باش نأدي المهمة وهي الانتخابات الرئاسية
لبلدي الجزائر. راح دا أرث مغرانا لكن نخدم الواجب النغاية مورث النغ الرئيس النغ. ميلا ذي ثمانة ثل الانجليز لندن الجزائريين مازال تكملين ذي الواجب انتفرنين وسحفي فارغة في توكذو ذو سنرني ذي قنك مو نتمور تيغناثين يتشافين ديال ثمان ذي يتذيرن يعرفن الجزائريين ديران يثيارين تمورثنسن سلواجب ذو الزرف ذات مغلي لقد الحمالة نتمور إيرزان غار البيرون نلفوت سي ثمان سن إزايريين يتذيرن ذي ثمورثن كندا أما ذي خدامن أما ذين المذن ورزقي لنرى ثوني تروح عند سي المكان وكان أذخثيرن أسلواي نتمورث نبيل أمطرف رحموني ما اسمك داش هي ونس جمس فتيين إزايريين ذي ثمسا ذاقيا ذي ثمورثن كندا ورزقي لنرى ثوني تولاد نتا وكان هذه خدم الواجبيس معامل اقتصادي نستورد البضائع من الجزائر ثم رانا هنا في قنصلية الجزائر باش نديروا الواجب تاعنا هذا الانتخابي نرزا ذا غنغاري وثن القهوة تقديم تذاقيا ذي ثمذين تنموريال نملا لذي غريب نيجيريين وتمسلاين غف ثفرانين نتمورث نكونوا خاوة وإن شاء الله تطلع البلاد وفيفا لجي لجي مون أمور فيفا لجي الجزائر توجور في قلبنا نحبوها من بعد امك تجي لالجيريا سي صا من بعد الام تاعك تجي لالجيريا بلادك وهذا ان شاء الله احنا كلكو سوا اللي يجي رئيس احنا ماذا بينا مرحبا به وماذا بينا يخدم الوطن في الموعد وعدت ووفيت من اجل الجزائر وتحيا الجزائر إذايرين يتذيرن دي ثمورا ثعرفين ذغنيا فذان ولاد نثنيا الفوتس واسني الاثنين إعدان ذغا دي ثمورث نل أردن تكملن أساقيا يغريبا إذايرين يتذيرن ذي ثمان إرباد دي زغان دي ثلسالة كتمورث سوريا بعد ميا سنصوضن البيرون الفوت غار ذينا البيرو إقلان يغل حال ذي ثلتيا مقيا إعدان إلى ذي ثمان المفرق لك ذغنيا ذي ثمان الزرقاء أني ذا جزائريين خدمن الواجب نسن ان الفوت ذي كوسانكيا اعدان ومازال تفرانين تكملن تلما ذزكا كيننا كمواطنين جزائريين مقيمين في الخارج من تأدية واجبنا الوطني في هذا العرس الجزائري العظيم ونأمل من الله عز وجل أن تبقى الجزائر دائما حرة وديمقراطية بإذن الله أنا جزائرية وجاية ننتخب بكل فخر للدولة الجزائرية ونتمنى أنه كل ما يصح لي نجي ننتخب لأن إن شاء الله نتمنى كل خير الجزائر والتوفيق وكل شيء يكون ما خير بإذن الله وذي روبورتاجات نونو همو ذو قاميس نتمدي ثقيا كناوي غار ثغيوان تناثي ليلتن ذي ذي فرحونن الولايان تيزي وزو ثغيوان تاقي قبعدن سنيقن 70 كيلومتر غاف الولاية أني ذا لان دخرا نيسن فارن نونو همو يسيد سفايدين إمزداغ انتو ذرين أجيا أما ذي فيزيط أما ذي ثذرين النظن وإمزداغ مازال سرامن يوكينيا أدرلون إسن فارن النظن نو سفثيا أي نارد نوالي مرا ذي ثورق ثقيا نعذي روبورتاجك إذي هكا ذي قمكان الخضر كعوان ذاكي ذي العرش نثي ليلتن يتبع للدائراني فرحونا الدقس نصنفارا ننقمو إذ صوحن ثو ذري نقية وعزلن أم ذي الموساقي انتوجيا ذو ذاوي إذي سفايدين سلحار جمينوث وذواني كسنقسن العثاب غافي موضان ولكن خاصة تصاعدا بيلونا تصاعدي حاجة كيجيني سدومون دي قاس ديبلاسي على العين الحمام باش كنا تخمض البيلوني كويتو مثورة الحمد لله إلى سير بلاس كاين مساعي حديدة وكاين بزاف جهود قاعدة تبذل في سبيل راحة المواطن دروكا يعني عندها واحد ثلاث سنوات هكاك ولا رجعت الخدمة 24 ساعة على 24 ساعة يعني المريض يقدر يجي في أي لحظة يلقى الطاقم الطبي مع الطاقم شبه الطبي متواجدين
الشقية راه عاد خدمة على راديو فوسيو خدمة الخدمة نسن قام نصمودين إلا كنت ويلي لاقن أما لا راديو أما لي زيرجونس أما لابوراتوار أو نان صاد انتريسيتي غادي تدار تنطيزيت أرنو غورس السقم ذو سقع ذني فردان ذي سنفارن وميثفكا الدولة العناية مقرن إمين ذو ذيك سي سهلا ثو دارت نمزداغا الساقينيا فدر شوية سويات بارابورا كنت لازيك إلا وفريدا كيزي في ديغرادي ان براتيكابل اسا الحمد لله ديفلوبمون ماشي دي حاجه غير تواخذ من ذوك سكواس ذي عامين ذي ثلاث سنين الا وين يتواخذ من الا وين يسفسن افتاعكم تاع الغاشير الا وين يكسنا غوري في الغاشير شفت ديد هنا شي نصن فارن خطر ما بارابور ما كنت ما قيم نسد هذا اكد وند لا كثوره يا ان شونجمون تو تاع تاس 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 تاسيك في الدلن دي دراكوك مره لي زاسيني سمون دي زونكلافمون نات لو ريفيتمون دونك سي كوكم واش نفانكو تخدم من الحمد لله سنفسوسي نتاعكم تفلنا نعاود اتصل الحوايج دي تدرتنا زماك دني غير راش تولي نكسيتني ديك فيردان ما نخدمش الاستاد نخدمش لا ميزون دي جون نخدمش زراو لنا غير دي نجبد بلديه تاع ايليلتن كان لها نصيب الاسد في استفاده من مشاريع عديده تمس الحياه اليوميه المواطن دونك في اطار ملعب جواريه دي كومبلكس سبورتيف كيما اللي رانا فيه هنايا اللي التكلفه تاعو فات 10 ملايير سنتيم دونك بلا ما نهضروا على ليكستونسيون التوسعه تاع الشبكه الكهربائيه وشبكات الصرف الصحي شبكه المياه الصالحه للشرب دخصني سنفارن سيد سفيدين تثوذرين كي توازلن ذي العرش ناثي ليلتن لاني سنفارن يكفان لان وياض مازلت دون ذيك السنه لشغال اي كي مره ذي سنفارن اي سيخفن ويس نقصن العثاب غافي مزدغه وذي ونع ثوذر ثنسن دكسلن الفراني وذي فلسطين مازال تراث العسكر الصهيوني غافي مزداغ ان غزة ومازال الوطن لك ذي الجريمة ورنسعي ثيليسا مازال الشهداء لك ذي مجراح ذي خزافيين ايدي ضران غافي قيضون نغر ولان اغزاويين ذي سفيتار شهداء الاقصى ذي ثمان دير البلاح لك ذي خامن غفز ضمن ذي ثمان الزيتونة لك ذي الشيخ رضوان ذي ثمان وفلا ان غزة وزدماث نظن لان تدغفي مزداغ ذي نموخان ذي رفح سي ثمان نظن ثودسان اليونيسف تفكاد الحساب ننيغن 50,000 اللوفانات ان غزة اقلوزن وحوجن الدواء سلم غولة نكفو أغمي ساقيس داف خضر ثرفعث نتمورث ناغم بعد ثرفعث داف خضر ثرفح إضالي ازداث ثرفعث نغينيا الاستوائية السين يسوين غير ولاش وثيم ذي الثلاد دا ماكي الزرام ذو قنار نميلو دهد في ذي وهران ضع ذو قهيل أن التمليلين نعدي غاث قفوش تنتفريق 2025 كانت مباراة صعبة ضد خصم يجيد لاعب كرة قدم شفا الشوط الأول غلق علينا كامل المنافذ نظن ديسكور تاع المدرب ما بين الشوطين كان ديسكور باين عرفنا كيفاش ننطاميو لدوزيام ميطون الحمد لله يا ربي نظن بداية المشوار بثلاث نقاط هذا من الكل كان يتمنى أول مباراة داخل الديار أظن أنها أعطتنا حافزا للذهاب بالنقاط الثلاث وهذا ما فعلناه أتيحت لنا العديد من الفرص وحققنا الأهم حقيقة الجمهور رحب بنا وكان معنا طيلة المباراة وساعدنا على الفوز وثرفع ثن تمور ثنا غتروح غار ثمو تروح غار مونروفيا أنيضا على ثورار لكو ثرفع ثن ليبيريا أسن 10 ذي سبتمبر راقيا زاثنا غف الخمسة نتمديث تقالان وغميساقيا ثنمير فيكم يوم راديقي من يرنا نجاقكم ذي لهنا الخير أرثي مديث